يا اخوان طبعا هاي بحب افرجيكم شغله يعني تاكيدا على كلامي. هاي بيج بوس اول وبيج بوس ثاني بالمناسبه السيد. البيج بوس الاول ب 11 زي ما انتم شايفين 1222 فولت هون تمام. بنفس الوقت هون عندنا ب 5 اجوا 900 وجدي هاي هون 180 فولت طبعا. دقيقة أتو مايك هذا صاحبنا مروحش مايك ميك هاي شمطنا مايك شادي ايوه سامعني ولا يا اخو الشرموطة يا امجد يا ابن الكحبة يا ابن العايدة على كسكوس هلا امك يا اخو الشرموطة شو شافك بتنفخ وانت غطت يا ابن الكحبة دي اكتب ولا كتب يا ابن الشرموطة لما بديش مطي اكتب بينيك امك وبينيك امي اللي بشد عينك يا ابن الكحبة كس امك على ام مرحوم يا ابن العايدة ليش يا اخو الشرموطة يا امجد لما شفت حنان عندي قاعد على الاسلة وقاعدين كل يوم كم فرنسا سهرات ولعت ونحرق راسك يا حبيبته طبعا مدامته ظلمته خطيك دينك كله كان يوصل لي كوبي بيست وقاعد بعيط وحالته حالي وهذا غيب مش عارفيته وريك هذا بتضعف ناس ديري بالي منه وحالته وبحد يطلع انا وياها ما شاء الله صحته وحلوين مع بعضينا احنا اسره مع بعضينا وزتتك وناكت امك يا اخو الشرموطه مشان هيك مولع من غيظه يا ابن الكحبه انا بدي اقعد اشمط لك ايديات فري يا اخو الشرموطه فكرك رايق اقعد انا بدي اقعد اناييك انا في الشباب يوم يا اخو الكحبه يا اخو الشرموطه امجد وينكو ما وينكو ولك هاي ما صلناش 3 دقايق في الروم يا اخو الشرموطه نكنا اختك نكنا امك يا ابن الكحبه وانا مش عارفين شو القصه دخلت زي ما لقيته بفعط وين سير سير كان ياخذ شاور يا اخو الشرموطه عشان يجي يديك امك على نظافه يا اخو الكحبه يا ابن المليوكه يا ابن المزبرته امجد قص اختك على اخت مرحوم يا ابن الشرموطه اقتل بشد عيدكم قال لي قص اختك ورحم خواتك اسمع اعطيني مايك شوي بالله مايك طارق مين سامعني يا اخوان مين سامعني سامعني يكتب لي واحد كمان وحدات ايوه بس بدي عشان نكمل الفيديو عم بعمل فيديو اسمحوا لي طبعا نسمع مع بعض صوت ترفرشش كوس نسمع صوته عم بيحكي ترفرشش كما يتوضح لكم جميعا اخواني المشاهدين بالفيديو الاسي بي هنا 233 فويس من 318 الشباب معهم تقريبا 70 فويس وهي عم بيعملوا ريفرشات وطلع واحد من عندي من الشيف ليست يعني على الفاضي 181 يا سيدي 203 بنعمل ميوت مشان ما نسمع اصواتهم بنيجي بنقول مثلا الاخ مرحوم انا بحب اشكر عطوفتك وحب افرجيك كمان مره يا سيدي اني انا 2 بيج بوست مشغل واحد منهم حاط فيه 180 فويس بروم 5 عشان انيك امك فيهم فويس وراء فويس واحد ثاني ب 11 لننظر مع بعض كم فويس عليه 1022 فويس اعذروني يا اخواني اعذروني ثقلت على الجهاز ولكن في شغلات بتصير والله 1022 هيا بي 11 فوت اي دي وشوف وعرض اختي يا زلمه بس انت قلت لي تعال قلت لك بجيك فبقدر اسلم على الاخ مرحوم واقول له اعتبرني جوز الاخت جوز اختك بتحب انيك امك يعني مش مزبوطه انا بنيك لك الاختي بس ما بنيك لك الامي فايت لي باي دي جاس ودوت وما دوت وما كس اختك ما عمره نط يا زلمة وبقول لك المثل كونك انت وضعك صار زي هيك وعم بتنفخ وحالتك حالة بقول لك يا مسكين يا قلبي حبابك وين يا قلبي يا مسكين يا قلبي ثائرنك امك هون بإيه خمسة ثائر وطارق وامنام وامنام نك واختك بالعين ثائر وطارق وعز وامنام فاتوا عالروم عملوا لك واحد اثنين يا ابو الطيبة يا قلبي نكنا امك يا قلبي يا قلبي اخ المسكين الاخ اللي انا حزنان عليك وشفقان عليك وصل لك ساعه تقول لي ار 4 طبعا الشاب بس رفعنا على البيج بوس اتألق يعني تواضع وحكى كلمه كثير رهيبه طبعا احنا بنسميها تألق وتواضع بنفس الوقت قال ار 4 الشاب فهمان وقديم اولد يوزر فهو حس انه ار 4 الثلاثي
تذكر البوتر تبع الار 4 قال لك ايه اخذ منيوكي اعمل كود جديد ادت على البروجرام بالهكس خلاه يرفع فويس كمان. فالولد يعني فهمان اخو الشرموطه محترف. اذا انت اعطيني مشان شو اقول لك يعني انت اكيد صحبه مع ماركوس اكيد صحبه مع ماركوس اكيد صحبه مع ماركوس كسوختك اخو منيوكي اكيد صديقك ماركوس والبيج بوس اللي هو ستيف ستيف سرق الكود منك سرق الكود منك يا ابن الشرموطه. ابشر يا زلمه جاس ايش لا والله يا بكر انت تامر يا زلمه تامر يا شيخ. اسمع 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 يا جاس انت سامعني ولابد طبعا قسم امجد هاي ما نختلفش عليها امجد يا ابن القحبه امجد امجد يا ولد القحبه تخون بيا وانا كلي ليك امجد يا ولد المنيوكه تفوت عليا وانا انيك بامك هيك امجد يا جاس يا ولد الشرموطه تجيب لي صديق ليك وتقول لي انا عايز انيك امجد افتح امك وقول ها انا اقول وانيك امك هيك ولاد الشرموطه يا زلمه من وين طلعوا هذول شادي عرض امي شادي يفضح امي اذا ما انا اموت بربك يا شادي نعم قسم السالفه. عرفت مين هذا يا تعال اقول لك يا امجد امجد اسمع تبع لي تبع لي انت تبع لي اخ عزام تبع لي بقول لك بقول لك السالفه انداري يا زلمه جد الاغراس يا جدل وش ريكي يا زلمه من وين طلعوا هذول مين هم مين هم جاس وما جاس فايت لي باي دي جكل وما جكل وفي اخره نمبر من وين جايبه من وين شاحبه ابن الشرموطه مين ابن القحبه اللي قال لك خذ اي دي اللي قال ما ازلي ضحك عليك يا ابن العيبه يا بتفوت باي دي زي العالم يا بتفوتش لا وبسولف قال وما قال انت من القدس من القدس انت انت من القدس انت من القدس ترى انا بحترم الكوتس كثير انا بحترم الكوتس بس اللي زيك بحترمهمش اللي من الكوتس خليها بنفسك كس اختك مش بازق عليك وما فاهم من قيمتك يا ولد القحبه قال انت من الكوتس من الكوتس ابصر كيف بحكيها اخو القحبه القدس عم بيحاولوا الشباب طبعا هم عم بيخترعوا اسلوب جديد انه يعملوا ريفرش بشكل معين لحد ما يتوصلوا لطريقه اخت منيوكي انهم ياخذوا بس ون فويس زياده فبرجع عمق ابو الشوش بشيل الايجو بيطقعه كمان مره بينزل فويسهم كله. فللاسف للاسف اذا حدا ضاحك عليكم ومعطيكم بروجرام وقايل لكم بترفع منيح وشاحدين سوكس ما بعرف من وين انا بيؤسفني احكي لكم انه قس امهاتكم لامكم لو اعرف وين رومكم لاستلبسكم فيها رسمي يا اولاد القحبه. انا فاضي اشغال يا زلمه بس افضل برفع 1000 فويس عشان اتسلى. جاي علي يا زيدي تقول لي ما اريدنك وعتقنك وحبن غيرك يا ولد القحبه وتقول لي ار 4 ار 4 ها ار 4 ار 4 بقول لك يا زلمه من وين اخترع امه هاي يا زلمه ار 4 قال ايه خلهم يا زلمه يرفعون على ار 4 خلهم